بسم الله. هيت ما تسمع أظن ربي فلاتون، مرحبا بكم دار نخ غلايفات اللي دنيشكا أنزراتي من ساعة تمازيغ تنظر الأتمينة نسن نسكر نرى نسكر روبورتاج في مياد أنظر الأتمينة نظرتي من ساعة تمازيغ ثماني تلكام دمال قال الجديد قيس أتمنى غاكوني السوسم بزاف باهرة باهرة روبورتاجات. ومرحبا بكم معايا مرة أخرى، مرحبا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بالمتابعين، لاباس عليك؟ مرحبا، الله يحفظك بخير، الحمد لله كلشي مزيان. واخا بغيناك تقربنا للباس الامازيغي، بغيناك اليوم تهضر لينا على كل لبسه وعلى كل اكسسوار والثمن ديالو. بالنسبه للمحل ديالنا مجوهرات بوغال اللي مكلف لباس تقليدي امازيغي الاصيل من الصغار للكبار، كنديروا ثوب جميع الاكسسوارات نس بالنسبه للكبار والصغار، المهم الاثمنه على حسب العمر وعلى حسب المسائل اللي قيستي لي. بغيتك اليوم تهضر لي على هاد، يعني تعطيني السميه ديال كل مجوهرات وتعطيني الفرق ما بين هذا وبين الحقيقي. بالنسبه للبسه تتكون من جميع المسائل ديالها، من الطقطق السلام عليكم اللي فيها اسني، كيكون التاج، كيكون القطيب، كيكون اللوان الصدري او احلاب على حسب كل منطقه شنو تتقول، كاين القطان، كاين الصياء، كاين الدال، كاين البلغاء، المهم الدواوح ديالها بكلشي ليها. كنديروا الاثمنه مزيانه في الثمن. بالنسبه لهذا شنو السميه؟ بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، كاينين الناس اللي ما كيعرفوش السميات، بغينا نقربوا من السميات. بالنسبه لهذا ديال الايطبا عمران هو معروف باسمي. اسمي. واش عندنا حنايا في منطقه اكادير شي واحد خاص بينا ولا كاين غير ديال الايطبا عمران كيستعملوه كاملين؟ المهم هذه السميه هي اللي عنده ديال الايطبا عمران هو باش معروفه. ما كاينش ديال شي منطقه اخرى. وبالنسبه لهذا؟ بالنسبه للتاج هو ديال معروف ديال تيزنت. واش هذا ربما سميتو تاونزه؟ هذاك سميتو تاونزه، وكاين اللي كيقول تازرع على حساب، كاين الشينوا كل منطقه شنو كيقولوا، وهو ديال المعدن مشلل بالنقره وتيصبر مزيان. شحال الثمن ديال هذا اللي مشلل بالنقره؟ المهم الاثمنه على حساب، كتبدا من 150، كاين ديال الدراري الصغار ثاني 80 وانت طالع. وبالنسبه الى بغينا نشرو ديال النقره شحال غيطلع لنا؟ بالنسبه ديال النقره كاينين هما ليها هي كديروا حتى النقره؟ كاين كلشي كاين، ولكن هي غاليه شويه، كيكون الثمن ديالها تقريبا باش كطلع تاونزه على حسب العبارات. المهم ارخص وحده تقريبا تدير 2000 درهم. 2000 درهم ارخص وحده في تاونزه على حسب العبار. على حسب العبار ديالها الميزان اللي تيحكم. وبالنسبه لهذا ربما سميتو اللبان. بالنسبه لهذاك اللبان حتى هو عادي ماشي حر. هذاك اللبان العادي ماشي الحر، كديروا الحريات. بالنسبه للحر الصراحه غالي، حيت هو اصلا كيتباع بالجرام، فهمتي؟ ولكن اقل حاجه في ذاك الحر بشحال يطلع؟ كاين اللي كيقول، انا ما تنفهمش صراحه. ولكن كاين اللي كيقول من 35 حتى 35 درهم حتى 35 الف فرنك للجرام. وهذا بشحال كيطلع؟ المهم هذاك راه رخيص، هذاك كيتبع الكيلو كيبدا من 90 درهم وانتقال على حسب الشكل ديالو وعلى حسب الوزن ديالو. وهذا ربما سميتو احلاب. هذاك سميتو احلاب، كاين اللي كيقول الصدري وكاين اللي كيقول الاسترس الثاني على حسب كل منطقه شنو كيقول. هو ثاني فيه الاشكال، كاين الصغير كاين الكبير وكاين ثاني العادي بحال ما هكاك نيت، راه دايره في الثمن ديالو كيبدا من 130 درهم. الا بغينا نهضروا على هذا الدال، هذاك سميتو الدال، وفيه الاشكال كاين ديال الثوب كاين الشبكه. المهم فيه هذا ديال الشبكه ديال اي منطقه؟ بالنسبه لهذا الشيء كامل هذا اللباس كيتخدم اغلبيته تخدم تزنيت. تيزنيت، يعني هاد اللبسه كامله ديال مدينه تيزنيت. هي هاد اللبسه بصفه عامه كتسمى اللبسه السوسيه.
واخا بغيتك انا اليوم تورينا الفرق ما بين اللبسه ديال مدينه تيزنيت ديال اطباع مران ديال تفراول، بغيت نشوف نقارن بيناتهم ونوري للمشاهدين كل لبسه كيفاش كتلبس واللون الخاص ديال كل بلاد ولا كل مدينه. حيت كانت في الاول اصلا كانت اللبسه الصوفيه كان كيكون على اللون الاحمر والخضر، حاليا كاينين سته الالوان، كاين الاحمر الاصفر الخضر الابيض. بغيتك تفرق لي ما بين هاد الالوان، هاد سته الالوان ديال كل، ربما كنعرفوا تفراول عندهم اللون الاسود. بالنسبه لتفراوت كيديروا املحه، هما ما كيديروش الصيه بحال ما هكا، هما كيديروا املحه وقفطان صافي، وكاين اساسه لتزرزيط والمسائل. وشنو هو اللون باش معروفه تفراوت؟ الكحلو الابيض. عندنا هنا شي لبسه خاصه بتفراوت باش نشوفها القربه المشاهدين؟ لا هي ما كايناش، المهم ما قديناهاش، ولكن كاينه موجوده في المحل. واخا ومنطقة تيزنيت معروفة بالاحمر والخضر والبيض. اي هادشي باش معروفة هي الشبكة والتواج. واي طبع مرة؟ بالنسبة لاي طبع مرة حتى هي بحال ديال الصحراوات تقريبا، هي مختلفة شوية، كيكون فيه اسني وكيكون فيه الدواوح، المهم هي مختلفة. وبالنسبة للون ديال اي طبع مرة اللون؟ بالنسبة للون كيكون غالبا كيكون الكحل والبيض تقريبا بحال ديال الصحراوات. ولكن انتم فاش كتشوفوا اللبسه كتميزوا كل منطقه اللبسه ديالها؟ دابا حنا حاليا كنخلطوا كل شيء تقريبا، بحال هذه السوسيه كندخلوا فيها الدواح ديال اطباع مران، كندخلوا فيها اسني، بعض المرات كنديروا كاع دوك لي زاكسسوارات ديال الصحراء. المهم كنحاولوا حنايا على حسب الذوق ديال الزبائن، هذا الشيء اللي كاين، حنا كنخلطوا صافي. وبالنسبه لهاد الصايه بشحال كتطلع هاد الصايه؟ بالنسبه للصايه كتبدا من 90 درهم، كاين 90 درهم 100 درهم على حسب الكاليتي ديالها، كاين ثاني حيت بعض الاحيان كتجي ثاني غاليه، بعض المرات كتجي ثاني ناقصه، وهادشي اللي كاين. الا بغينا نعرفوا اللبسه الامازيغيه اليوم بشحال كتقال؟ ما نقدرش نقول لك، المهم بالنسبه للكومبليت تقدر تطلع من 500 درهم وانت طالع، تقدر توصل حتى ل 2500 درهم عاديه، ماشي نقره عاديه، تقدر توصل ل 2500 درهم. ولكن انا سمعت باللي ربما الامازيغيين القدامى ولا كاين باقي اللي عندهم ديك التقاليد انهم كيتكساو باللبسه الامازيغيه وبالنقره الحره وكتطلع لهم غاليه، بغيت نعرف الثمن اللي كيوصلوا يعني هاد الباسي وهاد الاكسسوار. صراحة كل حاجة عندها مواليها، فهمتي، بالنسبة للناس القدام هادشي ضروري كيكون، ضروري يكون عندهم. كاين بعض المناطق ضروري يكون عندهم اللبسة ولي زاكسسوار ديال النقرة الحرة. دابا في المغرب ملي عطى سيدنا نصره الله واحد اليوم عطلة للعيد رأس السنة الأمازيغية، كان واحد الإقبال كثير صراحة، كان واحد الإقبال دوزنا هذا العام اللي فات ماشي بحال السنوات الماضية. وصراحة هذا الشيء راه غادي في تقدم، وبالنسبة للمدارس حتى هما ولاو كينظموا هاد الحفلات ومطلوبين، بالنسبة للطلب راه كاين الحمد لله، ومازال الخير إن شاء الله لقدام. واخا ندوزو نفس اللباس، ربما نفس اللباس نفس تقريبا نفس بحال بحال هي. واخا غندوز معاك الدوكان، كنشوف هنايا اليوم عندك دخلتو واحد زواقة مختلفة كما كتشوفوا المشاهدين هنايا. هذا كاين اختلاف على ايدوكان الطبيعي اللي كنا كنعرفوا، ربما غير نتوما اللي كتبدعوا وكتزيدوا اللبسه ديالكم. لا بالنسبه ثاني كل منطقه وشنو كدير على حسب ثاني الكاليتي، كاينه الصراحه الاولى هي اللي انا اللي كنفضل السلعه ديال تفراوت. تفراوت وايتباع هما اللي كيديروا شي حاجه زوينه في البلغه، وكاينه على حسب ثاني الناس. تفراوت هي الاولى في البلغه؟ تفراوت وايتباع تقريبا بحال بحال، كيكون عندهم الجلد زوين، الكاليتي ديالهم نقيه بالنسبه ديال العيالات، وبالنسبه ديال الرجال حتى الدراري الصغار كلشي كيديروا شي حاجه مزيانه. والاسمنه راه تتبدا من 150 درهم الا بغيتي شي حاجه زوينه، كاليتي زوينه 150 درهم الفوق، اما الا بغيتي شي حاجه رخيصه بالنسبه للدراري الصغار تتبدا من 30 درهم حتى 100 درهم. واش هذا ربما الجلد الحر؟ بالنسبه هذا الجلد زوين الصراحه، شي حاجه اللي زوينه اللي تتصبر ما تتعوجش دغيا، ماشي بحال العاديه، هذه تقدر تضرب عندك حتى عامين ما يطرى ليها والو، بالنسبه للسميله ديالها صحيحه، كاليتي ديالها مزيانه. وبالنسبه لهاد الزواقات واش ربما الزبائن اللي كيطلبوا منكم الزواقه ولا نتوما كتبدعوا كل مره كتبدعوا؟ لا بالنسبه للمعلم هو اللي تيبدع كل مره، تيدير مره تيدير الخنجر، مره تيدير تزرزيط، كل مره شنو كيدير. وهذا ديال العيالات اخر موديل اللي خرجوا دابا هو هذا اللي دايرين فيه هاد القرش عامر بالعقيق، حتى هو السميله ديال الزواقه. الثمن ديال هذا؟ بالنسبه للثمن ديال هذا ديال العيالات راه كيبدا من 170 درهم وانت طالع الفوق. بغيت نعرف واش كاين اقبال، كنشوفوا ان دابا كلشي واخا اللي ماشي امازيغي كياخذ ايدوكان كيلبسوا مع الجين، واش كاين اقبال؟ اقبال كاين صراحه، هاد اللباس التقليدي الامازيغي في السنوات الاخيره ولا موضه، فهمتي، ولا مطلوب في السوق، وحنا راه خدامين ما شاء الله مزيان، داك الشيء غادي هو هذاك الحمد لله.
وخصوصا عندنا ايدوكان كيتباعوا بزاف كياخذوهم الدراري كيقدوا بهم لي ستيل جداد. بالنسبه للبلغه هي تقدر تلبسها حتى مع الجين، تجي مع الجين مع اي ماشي حاجه ماشي بالضروره نلبسوها مع فوقيه. لا ماشي بالضروره تلبسها مع اللباس التقليدي او فوقيه او جلابه، ضروري تتلبس مع الجين، تتلبس مع السيرفيت، اي حاجه تلبسيها معها كتجي، حيت الالوان اللي فيها الالوان زوينين زوينين. واش ايدوكان كاينين غير ديال اي تباع وتفروت، ولا كاينين مناطق اخرى معروفين بشكل اخر ديال ايدوكان، ولا كاين غير واحد النوع؟ دابا حاليا السميه اللي كاينه في السوق هي اي تباع وتفروت، هما اللي شادين السوق، هما اللي عندهم كاليتي. ولكن دابا مع كل شيء ولا خدام في هذا المجال ديال اللباس التقليدي الامازيغي، كاينين معامل انا نيت في انزكان وجود الخير. اليوم انا بغيتك تقول لي بشحال غطلع لبسه امازيغيه حره بالنقره الحره ابتداء، اعطيني اقل ثمن. اقل ثمن تبدا حتى مليون ونص. مليون ونص، مليون ونص اقل حاجه الا بغيتي فيها كل شيء حر. كل شيء حر. وكاينين الناس اللي كيتكسوا بهذا الثمن؟ وكاينين ولكن قلال، واحد 20% ولا ما كملش. المهم الناس اللي تيتكسوا من هذه راه حيت علاش الثمن زوين ما كتعداش واحد 900 درهم 1000 درهم. فوقاش بالضبط كيكون الاقبال على هذه اللباس؟ إقبال كيكون صراحة طول العام، خصوصا في رأس السنة الأمازيغية كيف ذكرت في الأول، كان داز مزيان صراحة، كاين الإقبال بزاف، وكل نهار وزق وكل ضروري كيكون شي حاجة ضروري. شكرا شكرا لك، الله يعطيك الخير، شكرا بزاف على هذا الحوار الشيق معك. مرحبا. زلقة كيس غلوا ليك؟ شنو مشكلهم؟